بتبتدي من تقريبا من 15، يعني عشان تقولي ان انا هشتري هارب ويبقى سيمي بروفيشنال، يعني انت بتتكلمي 18,000 دولار، ده البدايه يعني. ده رقم، رقم طبعا، يعني ما فيش فرد يقدر يعمله، لازم بقى مؤسسة هي الموفرة يعني الآلة دي. احنا المجموعة بتاعتنا بنتكون من 10 عازفات، أربعة بس اللي يمتلكوا قالت خمسة، يا ربي خمسة، أنا وأربعة تانيين اسمها يحتكموا على يحتكموا بالظبط لأنه ده رقم كبير، رقم كبير صحيح. فيعني واحنا بنعزف النهارده 6، فلا احنا 4 يا ربي، احنا 4 وبنعزف 6، فواخدين 2000 من الاوبرا، نشكر برضو الاوبرا ان هي ساعدتنا طبعًا انها تدينا ال 2000 دول عشان نظهر. طبعا كل شكر، بس يعني اصلا هي اله غاليه جدا، اله غاليه على الافراد بالذات لو صغيرين، يعني في مقتبل يعني الحياه يعني مثلا بره ما عندهمش الازمه دي، لانه يعني ما فيش عازف محترف ما عندوش الته. حضرتك اللي هتشوفيهم عازفين محترفين، في منهم لسه طلبه وفي منهم عازفين محترفين، عازفين محترفين بس لا يمتلكوا آلة هارب لانها غاليه جدا عليهم. فده تحدي كبير، يعني ده تحدي اوريدي كبير، يعني احنا مش قادرين نتحرك بره دايره الاوبرا عشان نقدر نعزف في مسارح مختلفه. تخيلي بتتحركي بست هاربات، كل هارب ليه عربيه بتجيبه وتوديه. فهي يعني في تحدي عشان نحط يعني تصور هنعزف ايه. ساعات بنبقى عايزين نعزف حاجات معينه لازم حد يكتبها، لان احنا بنبقى 6 فلازم حد يكتبها. فيعني انا حسيت انه مهم قوي ان احنا يبقى مصر تستاهل، واحنا الكونسرفاتوار عندنا طلبه مميزين وخريجين مميزين وخريجين بتخرجوا بقى لهم فتره ودلوقتي موجودين في الساحه واساميهم كبيره. فانا المشروع ده يعني مشروع مهم جداً. وانا بنبسط قوي كمان معاهم، يعني انا بحس كده ان انا بصغر كده جنبهم ان انا بعزف مع تلامذتي او بعزف مع زمايلي او بعزف مع ناس اوريدي انا كنت بقعد في امتحاناتهم وهم صغيرين. يعني عارفه اللي هم يقول لك كبروا قدام عينيكي، يعني في يعني حاجه مختلطه كده ما بين ان احنا بنعزف وبنعمل حاجات بروفات جد، وما بين ان احنا عندنا علاقه كمان انسانيه، لان احنا كمان المجتمع بتاعنا ضيق قوي. يعني احنا بنخش الكونسرفاتوار ما بيبقاش قدامنا الا الكونسرفاتوار، لانه ما بنقضي ساعات طويله في التمرين وفي البروفات، فبتبقى حياتنا كلها في الكونسرفاتوار. ففي كمان علاقه انسانيه. فانا يعني المشروع ده انا شايفه ان هو يعني يا ريت يعني يبقى ظاهر اكتر من كده، يشوفوه ان هم يحطوه في مناسبات مهمه، لانه ده يعني ما فيش يعني احسن من انه تشوفي 6 هربات بيعزفوا مع بعض. ده تاريخ، يعني ده مش جاي من فراغ، يعني ده تاريخ بجد. ومفيش في 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 اي بلد عربي حاجه زي كده مش موجوده. عارفه دكتوره، اول مره سمعنا عن الفريق ده كان في ايفنت شي ارت. شي ارت هي الفن، هي الفنون، هي الفنون في التحرير. والحقيقه كنا متحمسين جدا، الله ايه فرقه نسائيه محترفه على آلة الهارب. وده اللي خلانا نسأل، هي ايه الفرقه دي؟ دكتوره منال بتعمل ايه؟ انا دايما بفكر انه لو في حاجات، يعني لو في حد عايز يقدم مصر بشكل حضاري مش هيلاقي حاجه احلى من ان انت تشوفي 6 هاربات بيعزفوا مع بعض. في يوم قريب بعد مشكله كورونا، لما يجي يتعمل اليوم، يوم الهارب العالمي، بدل ما يبقى فيرتشوال يبقى احتفاليه الناس تبقى موجوده فيها. والله بصي، انا يعني من موقعي هذا بنادي انه احنا نعمل مهرجان لآلة الهارب في مصر، لانه احنا اولى بيها. يعني انا سافرت كتير جدا، مهرجانات كتير، سافرت مثلا البرازيل، ريو دي جانيرو بيعملوا مهرجان مخصوص للهارب لمده 2 شهر، مايو يونيو من كل سنه. انا رحت ريو دي جانيرو، عزموني الاول، عزموني لوحدي، رحت عزفت سولو، وبعدين بعد كده عزموني بالمجموعه بالفرقه. رحت 5 مرات ريو دي جانيرو في المهرجان ده. برازيل، فبس برجع متغاظه جدا والله يا منى، لانه هي حاجه تغيظ طبعا، لانه يا ربي البرازيل يعملوا بس واخدين دعم جامد ومصرين، يعني بقى لهم سنين. انت بتقولي دلوقتي فكره تستحق التفكير، تستحق العمل عليها في الاوقات دي حقيقي، يعني وبنك. وممكن احنا يعني يتحط على الاجنده العالميه
انه طبعا المهرجانات بتبقى بعد شويه خلاص بمعروف مثلا ان الاسبوع ده في الشهر ده في مهرجان في الحته الفلانيه، فطب بس ده بيحصل بعد كذا سنه يعني. يعني لو في مهرجان لآلة الهارب واحنا ندعمه ونحطه على الاجنده العالميه، انا اتصور ان ده يبقى دعايه هايله لمصر. ولو عملناها يا ريت كمان لو عملنا الحفلات في اماكن اثريه او 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 كده وتتصور وتبقى بنضم صوتنا لصوتك باستماته يا دكتوره منال. فعلا مصر تستحق انه يبقى فيها مهرجان للهارب عالمي، الناس ويتحط بجد على الاجنده العالميه، ويبقى معروف بقى ان ويبقى بقى كمان شويه يبقى العازفين العالميين هم اللي حابين يجوا، صح، مش احنا اللي نروح لهم. صحيح دكتوره منال، احنا سعداء وفخورين يا ستي، ربنا يخليكي، انه حضرتك والفريق العظيم فريق عازفات الهارب المصريات لاول مره على شاشه التلفزيون هتعملوا لنا مقطوعات بديعه تم الاعداد لها جيدا. عايزك تكلميني عن بروجرام الحلقه دي. أيوه. مجموعه من كانت انتقاءاتكم ازاي للمشاهد اللي هيتفرج على المقاطع الجايه؟ احنا عموما يعني لما بنيجي نحط البرنامج يعني انا بفكر انه لازم اخد من ثقافات ومودز مختلفه من الموسيقى، حتى شرقي كلاسيكي، حتى كمان اسباني، اسبانيا كاني دي برضو من الحاجات الاسباني، انا بحب المود الاسباني عموما. احنا ابتدينا بنقول انه الهارب ده متاخد من المعابد الفرعونيه القديمه، ابتدينا انه اسم دكتوره منال الحقيقه من اهم الاسماء المقترنه بالهارب والاكثرها تقديرا. ستي شكرا. ابتدينا انه في اليوم العالمي للهارب. شكرا. كمان ابتدينا بانه دكتوره منال محي الدين اسست اول مجموعه عزف هارب للسيدات موجوده في المجال العام، فالنهارده كله بتاعك يا دكتوره منال، النهارده كله هارب.